إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنكسرت من كتابك الأربعون النسائية ونقول بالله يا حديث كسديدية باب تخصيص النساء دمر كإن لو قاري لباب كيسي بباب الباب الباب كو في المسجد مسجد كدحي صاحبي باب تخصيص النساء هذا كانوا باب تخصيص النساء دمر كإن لو قاري له باب كي كابلا يوي بباب الباب إن لو قاري له الباب كاسو في المسجد مسجد كدحي صاحبي حديث كان وقو كهاد ليا مساجد ك رقا إيا الدمر كاللبادبا إلي كو إبادهستان وي مركا كو إبادهستان أيام وإن الباب أقارا يكسو قلان دمر كو كانت بحان الله يارو رقنا الباب بكاري انتاسنا وحا اللي قد داليا رقا إيا الدمر كا إلي سن إسبحجرين مركا بحيان إيا مركا يسوق دليا المساجد هذا كان باب تخصيص النساء الدمر كإن لو قاري إلى باب كي كاد لأيوي بباب الباب إن لو قاري إلى الباب كو في المسجد مسجد كدحي صاحبي عن نافع نافع كوري عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر إنو يري قال رسول الله رسول كلا يري صلى الله عليه وسلم لو تركنا هدان وقتي لهين هذا الباب الباب كان للنساء الدمركة قال النافع وحيري فلم يدخل كمدر منه الباب كاس ابن عمر عبد الله بن عمر حتى مات إلى أردنتي إلى أردنتي الباب كاس كمدر حسن هذا كان حديث حسن وحديث حسن أخرجه أبو داود أيانا صوص عاري حديث حسن وذكحوت بريه وهذا صحيح ما حديثك وكسي الدرجة سرية حديث كان وطوصيه عبدين اياه مركي يوري مسجد كان نبيك صلى الله عليه وسلم الباب بضانو لها الباب بغاس انضي راقي الدمر كو بكسي وقري جرين مانا كلا لحين مركي دم بالنبيك صلى الله عليه وسلم مسلمين توقو اقوي ياري او الشيغي إن دمرك اللو قار يلو الباب وأي كسو قلان سي مركي بحيان إيا مركي مسجد كسو قليان آن رقا يدمرك اسكو دحقادين اسكو قدر من سيداس أين مسلمين تيالي عن نافع نافع وكوري عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عمر إنو يري قال رسول الله رسول كلا يري صلى الله عليه وسلم لو تركنا هدان وتجلهين هذا الباب الباب كان للنساء الدمرك وانو ديلهين هكا سو قلانو هكا بحينه مركا سيدا عبد الله بن عمر سنة النبي او الالي جري او او دداري جري عجائب تدفيري نافع وارضي عبد الله بن عمر قال النافع وغيري فلم يدخل كمو سنسوقل منه الباب كاس ابن عمر عبد الله بن عمر حتى مات الى اولنتي الباب كاس مركا الدمرك النبي او قاري يالي مرارك قبل دمرك يا مسايدك كنتو كان يأيه سوقنا يوم كبحايا لكن صلاةها قبل كميدة واحد بإيجري إن عن دمر بمسجد كإيمان حتى وقت قاس عن دمر كإيماني ومسجد كاس واحد سوقنا آن لأرك الباب كاس عبد الله من عمر مكة قريت من الباب كاس نبقى مرد ميدة اللودة دمرك خلاص ولقيس إلا أول انتين مالينة كمي قريت حتى أبا واحد دمر ومسايدك لن تشوقين فاسوحا يكتو سيدة مركة قابك ووجود دارا يي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب حديث كما كوي الدليل يا توصيا رجع يا دمرك إن يسن إسبح جلين أي أي كرص نادان رجع يا دمرك النبي كلاه إن يسن إسبح جلين أي أي كرص نادان
سداس اين العلم بو عديان الامام العلامه ابو الطيب محمد شمس الحق شرح ابو داوود كحديث كان مركو شرحيو ويقول يري وحنا نقول سداس او يهلي لا تختلط النساء بالرجال ان انظرك رجا كدرسمين في الدخول والخروج من المسجد مركه المسجد كان سو غلا يا مركه لغا بها اليس اسكو درمين مركه سيرو الحديث فيه دليل ان النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الامام حديث كان وحو دليل او ياهي او توسا دمرك اليس ان رجا دخل المساجد ee ay rag ka fogaanayaan dhinac masjidka uga tukanayaan halkaasna imaamka kaga dayanaya hadiis badan aan sidaas tu sayda in marka hata ay wada tukanayaan masajidda iyo ciidaha iyo aysan isbix gelin rag iyo dumarka waxa kamid ah hadiiska Abu Hurayra uu wariyay imaam Muslim saxiixiisa uu ku soo saaray nabiga nasuuban sallallahu alayhi wasallam oo uu yiri khayru sufufi rijal awwalaha wa sharruha akhiraha وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها نبي يري صلى الله عليه وسلم حديثك صحيح المسلم كسوغان حقا صلاة مركي تكريا صفوف تودا وحا أخير بضان كان وهر رأي كوا صفوف كهراء أخير بضان وحانا أشر بضان حقا صفوف تودا كان وضان بأي دمر كانوا عكس نبي صلى الله عليه وسلم دمر كمساجد مركي كتكريا وحاس صففكو او قير بدن صفك او دنبهي بلو فيرسدا اسلامكو سيده او كلا حدي رغ دمرك مركا ساجدك كو ود توكريان رغ يا دمرك دمرك صفكو دو وحا او قير بدن كان او دنبهي وحانا او شر بدن كان او سوهبهي نبي غير صلى الله عليه وسلم امام مولى رحمه الله وغيري اما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال وما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها صفوف تان لغا حق ليو إلا ليه رجا صفك أودا وحا أخير بلان صفك أبوها الرئي وحانا أشر بلان كان أقود دم بأي دور كان صفوف تودا وحا أخير بلان صفك أقود دم بأي وحانا أشر بلان كان أبوها الرئي وعمر كي ميكو ودا تكري ينوي محامر كا كات لغي صفك raga kan u horeeyay inuu qayb badan yahay maxaa ka dhigay safka ugu dambeeyay inuu shar badan yahay safka ugu dambeeyay waxa sharta ka dhigay dumar ku xiga ilaa dumarka gadaal ku tuka jiray dumarka gadaal ku tuka jiray imaam Nawawi wuxuu yiri rahimahullah wa inma fudila akhiru sufufin nisaa'i alhadirati ma'a rijali libu'dihim an mukhalatati rijali waxaa loo fadhilay dumarka safka ugu dambeeya markay rag la joogaan waxay ka fog yihiin rag inay ku darsamaan heddaasay ka fog yihiin fogaantaasa ilaahay khayrka iyo thawaabka iyo ajirka ku siinaya safka ugu horeeyana wuxuu la khayr yaraaday waxay u dhow yihiin raggi safka ugu horeeya wuxuu khayrkiisa ajirkiisa la yaraaday waxay u dhow yihiin raggi u dhow yihiin kuwa ugu dambeeyana rag iyo ka fog yihiin inay ku dhex barmaanay ka fog yihiin wa ruuyatin inay arkaan ka fog yihiin wa taalluqil qalbi bihim qalbigoodu inuu ragas ku taalluqo oo qalbigoodu ku fakaray ka fog yihiin ilaa wax weyn haday u dhaweeyaan safka hore safkii ragga ugu dambeeyay ku xigaan xijaabna uma dhaxeeyo khalas way arkayaan dhaqdhaqaaqoodi ay arkayaan qalbigoodu ay ku fakarayaan hadalkoodu ay maqlayaan siyaasadteeda ragga safka ugu horeeya u qayb badnaaday ila dumarkiyu ka fog yahay kan ugu dambeeya u shar badnaaday ila dumarkiyu ku dhow yahay sidaas aan nabi maxamed u kala xadeey sallallahu alayhi wasallam sidaas ayaa nabi maxamed u kala xadeey salawaatullahi wasalaamu alayhi hatta salaada markay tukadaan dumarku marka salaada laga baxo horey ka tagi jiray horey ka bixi jiray ummu salama waxay wariday xadiidka bukhariga sahihiisa ku sugan kitabul adan rahamka 866 أم السلام وزوجتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعيتري أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا صلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله دمر كمرك الوقت النبي قلت كذا نبي قلت
السلام عليكم مركي سلامتا كيرانا هوريك استاجلين واتجي جيرين غريودي ادي جيرين نبي غانا و توغي جيرين ما دقاقي جيرين رغا نبي غلا توكدين ما دقاقي جيرين ما حالا ربا حديثكم مره لبخو طريقه لا اسكولا درميا طريقه لا اسكولا درميا ان طريقي لا اسكولا درمين ايا لا دونيا سداس ويا مركا سداس دينك الهي او ارينتا او كلا ساراي سداس دينك الله عدي أنت سيداس محال الله يالي ساسي أهل علم قعدين حافظ من حجر فتح البارقة وغير حديث كان وحا كسوغا كراهة وكراهة مخالطة الرجال للنساء رقا يضمر كو إلا يسكو الدرمان في الدروقات والدوينك فضلا عن البيوت سكيدة إن قول إلا يسكو لسه الشباب ويهال قل إيهال فصل يسكو ليه جيران أما هال قاري أي كراس يسكو لفريسا سكيدة فاس حتى طريق إلا يسكو لدرمين أي أساس لو قد دالة bariiq in isan iskula darmin oo ah hata bariiq ay ku ka soconaadaan ayaa sidaas loogu dadaalaya fitanta laga fogaanaya diinki islaamku waa noocaas sidaas weeyaan hadii masajid lagu kala soocay bariiqi lagu kala soocay balka waran maanta dhaqanka caalamka islaamka ka jira duwar badan iyo rag badan gawaarida isla fuula markaas laba kursi isku dhageen faristaan markaas xataa shirkoodu saariyay iska daa isku dhawaanshay fasallaba iskoolaad ka gabal kamida aan islaamiga lagu ilaalin oo ahkaamta islaamka lagu ilaalin gabeeyo wiilala isla fadhiya kuraasta isla fadhiyaan qara fusuusha iskuule jiree jaamacadaha noocaas oo kala gabala ah intaas oo masaa'ib meeqa ka dhaarta markaa islaamku xuduudii uu saas u kala saaray ayaa qol iskuula shubay fasallaba iskuula shubay lix saac isag fadhiya iskoolki lix saac ayay wiilkiya gabadhi isag fadhiya كان عدي اللح ساعة ما كبضان اسأكفر ديها بابور كي يسلس ساريه ميقى دوال عركي فساد كبضر شي وحوين عبورتي اسكولات كودة ديغاريسي فساد كبضر شي ما تقفك استو الدين ايه برين له ايه دريمي بقلال جبضوط ايه قبل الله يستي ايه ايه ابن نقضيك وقبل نوه دي باب بعضي ودين تو دي هلاك سنتي مركا وارين هلاك وارين فساد وارين قصارة حتى وحبر الشدة حقا تعليم ترى بابك حيالي قبضان ويلي فصل لفضل ما ساكي مكي صوبة حيالي أسوي اللي بيسي ويل كان إنه حوضا اسكا إلا لده أو ويل كان معناها إن وأيسان أسان عرق قروح دهده إن لبس حمده أساق يقول لبسي إنه حوضا اسكا براية شيء دبا إنت فصل كي لقود شرينة أساق يفيرين أصلا ولا فيرين إلهي وين أرواه كلا حرمين اسفيريا إلهي وين أرواه كلا حرمين والرجل المؤمنين تا إلا هو الله أطلق وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هكذا المؤمنين تا إن به هذا الله فرجيالك وضحف لي قبله إلا هو الله أطلق وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قبلها المسلمات كا إن به هذا الله هكذا جنبك يفير فرجيالك وضحف لي ذلك سيداس إلا أكل حقيقي أقل سورة شوي مركز اللحصة أكفر لي إمي سيسفيرين يا مركز marka musibo iyo shar oo dhan halkaas ay ka imaanayda wax xuduud ah marka laga tilaabo anna fi an ibn umara qala abdullah ibn umar wuxuu yiri qala rasulullah rasulullahi sallallahu alayhi wasallam law tarakna hadan way tagilayn u deeylayn hadal baab albaab kan linisaay dumarka qala nafi wuxuu yiri oo ardagii abdullah ibn umar xadiiska ka wariyay ah falam yadkhul kama gelin minhu albaab kas ibn umar hatta mata ilaa oo dhintay kama gelin ilaalin oo xuduudda Ilaahay ilaalinayo oo sunnadaas nabiga ilaalinayo xasanun hada xadiithun xasan wa xadiith xasan ayuu raaxay jawaab Dawood ayaa soo saaray xadiiska babun hada kama babu wa bab laysa lin nisaay dumarka uma sugnaan wasatu tariiqi cidka dhixbartankiisa babun hada kama babun wa bab ليس للنساء الدمر كأما السبنان والدمر كحق مالها وصد الطريق جدك بحبرتن كيسا باب كان وقو كهذا يا حديثك طريقة إليسا رجي الدمر كإسخلات درمين سيدا اثنرت إذا الدمر كمركز السعودان جدك بحبرتن كيسا دير رك السعودان وإليسا السعود وإلي جدك منع كماران رجوها وإلي تنكاس كالماران oo aysan halkii iyo dumarka jidka iskula darmin oo xata dariiqa marka la maray hada waa dariiqi ka waran kuwa fasal isla fariisii bal musibad meeshii gaartay ama gaariga kursi iskula fadhiyo baabu hada kan baabu waa baa laysa lin nisaa dumarka uma sugnaan wasadu dariiqa jidka dhexbeertankiisa an hamsata aad ay ka tan nusqooyinka gabal
in xoga akhdaa ay ku jirto oo mar hore 40 kamera inta la sawiray akhdaa badan ayadoo ku jirta marka in kasoo dib loo soo saxay kaad haysatan marka ma garanayo inuu wada saxan yahay marka an abi usayd al ansari ayaa nusqadii hore lagu daabacay waxana sida la rabay loo daabacay ee an hamzata ibn abi usayd al ansari an abi saas عن حمزة حمزة وغوريي ابن أبي أسيد الأنصاري حمزه إن أبي أسيد أها الأنصاري أنصارتي قرقريالك رسولك وقرقريالي لو نسبي عن أبيه أبيه سوكوري أو أخ أبي أسيد الأنصاري أنه أبي أسيد سمع ومقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركا مكي كوباد وحي سيد الله قرر وحي عن أبي أسيد الأنصاري أوكلية أنه سمع رسول الله ساس نسخة كباب الله صوري والله الله أبتي ساس أخرى عن حمزة حمزة وكوري ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أبيهس وآه أبي أسيد الأنصاري وي أبيهس أنه أبيهس وآه أبي أسيد سمع رسول الله رسولك إله أيوم مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال الرسول كليه والحال أولئي هو رسولك خارج وكصفح من المسجد مسجدك وفقت لده يسكت درمين الرجال راك مع النساء الدمك اللي جيكو ده راك يدمر الطريق يسكت درمين مسجدك ماك اللي قبح حي فقال رسول الله رسولك اللي رسول الله عليه وسلم للنساء الدمك وكيري استأخرنا دب الدجة دب الدجة فإنه شاني ليس لكم إني مصغنا أن تحققنا الطريقة جدك إن الدحني سقابا فإنه شاني ليس لكم إني مصغنا أن تحققنا الطريقة إن جدك الدحني سقابا عليكم اللازمة بحافات الطريق وضبط من يدي من أحمر وضبط بحرها كقابلين ساسا نبي كويري صلى الله عليه وسلم مركو ساس كويري فكانت المرأة قبضة وحيهة مسلمات بقى طال تصيق ميت اسكو دجيده بالجدار دربيده حتى ان ثوبها الى مرده لا يتعلق كدبه بالجدار دربيده من سوقها سيده اسكو دجينيده به جدار حمزه ابن ابي اسيد ابي ابي اسيد الانصاري وحكوريي انه ابي اسيد سمع رسول الله رسولك الله مقلى صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه رسولك والحال أوليه هو رسولك خارج وكصبح من المسجد وفقت لدر رجال رجع يكدر من معاني ساي الدمر رجع الدمر كي مسجد كي مركة كب حيانا يسمح قادين يسكدر من في الطريق وضبع يسكدر من فقال الرسول الله رسولك الله رسول الله عليه وسلم للنساء الدمر كي وحكيري استأخرنا الدب والدقة هكا الدب والدقة فإنه شاني ليس لكم اني مسقنا ان تحققنا الطريقه ان جدك دحبرتكيس قادان جدك دحبرتكيس ان قادان حق ملهدين عليكم اللازمه بحافات الطريق جدك بنعيديس وحد قادانات مرتان جدك بنعيس مرد جدك راك سوده دين احمر هكو دنك كلا همرين يعني لا اسكو ضرب ساس النبي صلى الله عليه وسلم مركه وحي تاسو دليل عقبتهاي فرق يدوبر الى اسكو درمان ميل والبا وحرام ميل شرق فصحي ما جرتو مسلمين تحدود اليهم ميل يري رج يدوبر كو اسبح قادين ما جرتو لا مسجد كما جرتو ولا غوري دحديس رج اجنبي كلا ان كان لينا يدوبر دوبر يرج اجنبي كلا غوري دحديس فصل دحديس جامعه دحديده بابول دحديس طريق دحديس حتى مايا سوق دحديس مايا وين كلا سوعينه وين كلا سوعينه استاخر لدبو دغ ونغلي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لكم أن يمسقنا أن تحققنا الطريقة جدك إحديسين القادم عليكم اللازمة بحافات الطريق جدك إن عيديس اللازمة وهل كاس مرة في رمك السيدة قبضها السحابياتك المؤمناتك أو إلى نجرين دينك ألا أو أمر كالنبي أقوله كان سنايين وقل فكانت المرأة قبضة وحيها المسلمات بقى تلتصيق ومدس كده جدا بلجي دهل دربيك جدار كي مرة جدار كي مرة ويسكده جميع حتى ان صوبها مرادهو لا يتعلق وكدغ بالجدار بركه واحد اجرتي سي دربي او غدوانيدو ان مرادهو دربي قبصاد تاس اجرتي تاس راه على قرب واحد تسيدا مراد حجاب كي وتانا مرا واصعينه
ayra goomada talyaaniga ayaa qabtaan miya derbi qabsan jirkaagayba ku dhagantay jirkaagay ku dhagantay taas ever way taas marka taas ma wada gabdhaha muslimaadka ah weeye mara waasaca oo derbigaas ku dhagi karta ay ahayn hatta in fowdaha mareedu laga tacallaqo ku dhago bilji daari derbiga muxuu ku dhagayaa imin suuqiga gabadha isku dhajinta darteed ay isku dhajireydo bihi derbiga sidee derbiga ugu dhawaanayso حسن حديث حسن وحديث حسن أخرجه أبو داود أبو داود يا صوصاري أن تحققنا وفصيرا ما كشيغو ويقول أن تحققنا هو أن تركبنا وإن أتمرتان حقها وطبع حقه وحقها وامحه وهو وصدها حقها وعلى وجهنا بحبرتن كي أن تحققنا هو أن تركبنا وإن أتقاطان حقها وطبع بحديده وهو حق وهذا نصير فصيرة وهو حق وحل ولجيدة وصدها وطبع بحديده حقا دين الضمر ايه من احمر ساس ايه الولجيدة ساس ايه الولجيدة حديث كان مركب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو عضينا اياه انا يحاران تايرهجة يا الضمركة انا يسكو الدرمان حتى وطبع حتى وطبع بحديده كذلك وحلم الحديث كان ابن حبان ايش ناصر وحسن كوغادق السلسلة او نبي يقول ليس للنساء وسط الطريق دمرك حق ما لجدك احبرتن كيس ولذا ساس تراب دي ده سحاري الجليل كعلي بن ابي طالب مركو اركي هيك يا دمر اسكو دار سما سوق دحديسا هو انكر هذا هو سوق ده سوق دحديسا ان اسكو دار ما انكر وهو اركي رج يا دمر سوق دحديسا سبح قاضيه مركا سوق كل الا تستحيون الا تغارون ورموادنا الحشوري ورموادنا قيره يا برين لحين هاي سوق كين دحبري هذا هو سوق يوغاد سوق قوي او طيب ايه كرت غلط انا درا سقطت من كان ورك ما هيدا من كان دنكه وسقله اني اس ارق اي دخل مره غلط ايو ديده يا ان استحى هذا حدا ما قال الا تستحيوا ورميتنا الحشومي انا سي الا تغاروا ورميتنا القيره يا برن لهين وحو يري علي بن ابي طالب فانه بلغني ان نساءكم يخرجن في الاسواق in dumarkii suuqyada u baxanay soo gaaray yuzaahimna al-uluj oo gaalada ajnabiga hata xiriiriyan gaalada ajnabiga suuqyada ka adeeganaysa inay xiriiriyan oo wax weyn isdhex qaadaan taas ay soo gaatuun maxaa waqiiradii dareen haa waqiiradii dareenki musibo dhan iyo halaag oo dhan meeshu ka dhaca waran iyo dumar isku dab oo ajnabi kala ah soo ma jeedid sasteerteeda calaamada ibn al-qayyim ad-duruq al-hukmiyya hada aad u ajaayib badan u bii ويقول ابن القيم رحمه الله ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال من كما رحضة ماذا هو وينها متك وسيرك متك قبل هايستا كان دكمت شوك من كستاء ومرحضة مسلمين تكمل واجب وحاكوا إنو ديدو رد يدوبر إلا يسكو در سماء سوق يلا يسكو در سماء ميلا حفل لها الاسكو يمادو رد يمادان إلا يسكو در سماء وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق وحير عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وردي للدمر كالطريق الرجع إلى القادان والطريق يسكر الدرسماء فعلى ولي الأمر قد كمسؤول كواجب حقها أن يقتدي به في ذلك إن عمر بن الخطاب أرنت سقط بيضه ولا غيب في ريا بركاتك ولا غيب أن تمكين النساء من اقتلابهن بالرجال أصل كل برية وشر وحن شكي الكتر دمر كإن لا أقول هذا إن إبهاج كل إحضر سماء بلاي من أيضا أصلها شر من أيضا أصلها مصيبة نوي بلاي من إيا شر من وحن أصلها هكذا يدمر هيسلح قابل وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة مصيبة كجود أبارها علاضها يدور خرب قطرتها بلاي وبن إلى سرد كنا أيها الصبابوه أيها الصبابوه وفير صبا وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة مصيبين كعام كا سيد أبارها إلا ميله دي زينك كبرتو هذا الحمان تو كبرتو على إلا كسود جيدة رب كإله كإشرية علاضها كبرانية يدور خرب الجيم كفافية مصيبة بن هي بلاي وبن وما راح يكون أحد وحيلها صبايا كمتها فجأة دمر جالس فوق كيانه كما انه من اسباب فساد امور العامه والخاصه سيدا السبب ابو تحي ارمها غاركا هي ارمها غود امه بلشبه كل ان فساد هذه دوله سوره درمه سو ما جديد الطرق الحكميه ايو هذا الكاس قيمها بدل كليه صفحه 247
وانا عندها وحلا صاري خاصة المقالين كواوين وكلا عاصمة ضها وحوية المصائب ككدع وحلا صوري كرما وحدع اسكول واحد هل ويل او يرى بفتا وعيال سياء انو يرادو لحية طران قطبوب انا نوب بكاري كري وقبضها نتكوك ليه تكمل لحية طران كوا مصيبة ومدى سؤول من محيط لحية طران كاس قطبوب اذا الوجوغان هدو وعلمت انتو فسادية كوا انت كلف هو كلف فسادية ومدو البلوية انت قبارة وجوغت عد وعبادي هو يرى سيلا سؤال استخ موجود ده شيطان كولاله اللي مؤجه هذا هو مك الله مك مصيبة وضعبه الأيام ونقلب يكتب ما ينسى إلا مصيبة وما تمان مصيبة كل عضي مستقبل كيدين الجوي مركب بلايوت من اسكت ده كاسي كتب ما ده وإن مركب ده كمسلمين تاء هي كده كمرحلة هي الشعب كمسلم ككل أي سن أقبلين رك يا قبلين لسكت دره أيو أول الأيام أي كده دالان حدود ده اللي إنا إلاريان طريق النبي جود قرآن صلوات الله وسلام عليه طريق الصحابة أي مرا الدون كان عز إلهي كسينيا آخرنا إلهي كم كسينيا باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال باب طواف النساء هذا كانوا باب طواف النساء دبر كل طوافان باب كسيوي من غير اختلاط الرجال من غير اختلاط أيضا كدرس من بالرجال حق باب هذا كانوا باب وطا هذا كانوا باب طواف النساء دبر كل طوافان باب كسيوي من غير اختلاط أيضا كدر من بالرجال حق حديث كان طبنات وهو قال لي اختلاط كم اللي يقول لي مجرد حتى الضواف حتى الضواف كحيث كمركة للضوافة إيا مركة عمرها للضوافة مركة كعبة اللي تشوقه حالات داسان لأقلين راك إيا الضمان إني سبح قادة حالات داسان لأقلين بنت قولوا هاي وقاتين حيث يأسوي اسكر رخص سبح قادوي وعلى ماشي ألا لقو آبود أيهي لوك إلهي نوفضل قبلنا سيلا أقلين شريع بما أقلأ هذا الأرتم مركب ملايين ضلها الصمعين إذا دين كان لقى نفسه مطبقة أخن كودة إيه دين تروح لقى فهم كتاب كان لقى سنة النبي هل كان دين تحقق لقى أجادة بس كان مركب قفك يكون لقى معنى أساق الدين كي يكون لقى معي قفك كتب إن دين تي ممن تري بقن كي سحون وأساق التوص عليه سيترتب ضد برمان تهدي أركان مسلمين تا وعلى الدين كإسلام كسيق البيل الفهمية واللاسي مركب قفك الدولة الدين والإسلام إلو فهمه إلو كتاب كي سنة بارتو dinki ala soo dejiyay markaas oo garanaya kadib dadanka dadka wixii diinki waafaqana waa saxayeen wixii diinti khilaafsana waa qaldayn laakiin haddii dadanka ummada aragto ummad luntay iska fogaatay alawgoodi u gacan gashay dadanki alawga ku dayatay hadaan inta aragto aatirada muslimiinta sidan u dhaqma war diinku ma han dadka diinku waa ki ala soo dejiyay ee kitaabka alle ku yaala sunnada nabi maxamed ku yaala sallallahu alayhi wasallam saddexda hadd ka dhexdi saxata inay sidax qaadan maya في باب طواف النساء هذا كان باب طواف النساء دمرك طواف كود باب كيسوي من غير اختلاط ايضا كبر من بالرجال فقط قال ابن جريج ابن جريج التابعي وهو يري اخبرني وحي ورمي عطاء بن ابي رباح عطاء اي ورمي التابعي كلوي قال ابن جريج وهو اخبرني عطاء بن ابي رباح اي ورمي اذ وقت اي ورمي مرع ديري ابن هشام ابن هشام النساء الضمر كوديري الطواف الطواف مع الرجال الحق إلا الضوافة ابن هشام كاس الله مميد يهي إنو يهي إبراهيم ابن هشام إنو يهي محمد ابن هشام لو يدوا وضع الشيء لو يدوا وضع الشيء مركا مدنوح أمير كان نقضي مكة ويحد كيساس ومسؤول قيه مدنى حد كان لو يبقى ليردد كمسلمين تحجسين وأمير كان نقضي أصنع labadoodu waxay markaa abti u ahaayeen Hisham ibn Abdul Malik ayay u ahaayeen labadooduba abti oo walaashooda qashay marka ninkaas oo ah ibn Hisham ayaa wuxuu yiri inta asaw xaqii masuul ka noqday uu yiri dumarka iyo ragga islaama dawaafi karaan marna waxa way weyn ragu galaan oo dawaafaan marna talab baneeyo dumarku galaan xiriga asaga la qurxoonaa tu keen laakiin sunnada khilaafsan qiirada iyo jacaylka diinada sax noqon maayo haddii diinka khilaafaan adan la qurxoonaa dadka caamil xataa waa la qurxoonaa karta fiiri wuxuu yiri sideeda isku waqti la dawaafi ma haga mar lagu soo deynaa hada waafi haba neeyo waxa lagu dumarkay baneeyo kuma kale soo deynaa qaabkaas wii waa diiday in la isla dawaafo waqtiga mar walba la isla dawaafi jir laakiin isku mar ixtaar maayo
laysu madaxna dhexbarmayn marka qofku si kasto hadalkiisu qiirad diineed iyo jacayl diineed uga muuqdo maratu san sunnada waafaqsanayn ma la yiri fiil waana in laga niqaasho misalada laga hadla markaas oo kale marka markuu diiday cadba oo caalim ah oo wax weyn tabiic iyo joogay ayaa arintii diiday oo inkiray ah misalada mar hadii ay qilaafsan tahay sunnada waa in la inkiro waa muslimiin inkara duro nabiin maraha ha sheego misalada mar haday diinta qilaafto waxa xaq ah in la cadeeyo oo la yiraahdo sidaas maayo qaar adaa wuxuu yiri kayfa yamnahunna say ugu diide inay rag la dawaafaan wal xaal qadaaf ay dawaafeen nisaa nabiga dumarkiisa sallallahu alayhi wasallam haasaski nabiga waxaana dawaafi jiray macarrika la rag la jirkood marka hadiyigi saxaabada ayaa ka fiican fiiri saxaabada dhaqankooda waa la dalishada hadaan daliil koori maada jiray tan wax kale diidayo aayad iyo xadiis diiday aan lahayn hadiyigi iyo dhaqankii saxaabada waa la dalishada hadda wuxuu taabiiciga asagu soo gaaray saxaabada zowjadki nabiga wuxuu arkay ragoo dawaafaya ayaguna dawaafaya laakiin aan ku dhex darsanayn oo dhinac gooni u socdo raguna gooni u socdo oo aysan isku dhex darsanayn tii u arkay marka wuxuu leeyahay hadii waxa uu qayb badan kii saxaabada marka wax cusub hadda qof uu ku fikiray maya saas wuxuu leeyahay marka qaar cadaw wuxuu leeyahay kayfa yamnahunna say ugu diidaya wal xaal qad dhaafa ay dawaafeen nisaa nabiga xasaaskiisa sallallahu alayhi wasallam macarrijaali ragala jirkooda قلت وحنا ليو ابن جريج قال قلت وحنا ليو يري ابعد الحجاب ما ماكي حجاب كان واجب اي كذب اي رجل لا دوافين او قبل ما انت لا واجب ها الا نقطه مكي هو حجاب واجب ما هين مركز بيد دمك اني اركان لما حرام تنمي لكن ما تدبر ولا حرام تنمي ولا حرام تنمي اني اركان ragii iyo dumarkii jinabiga kala aha marka waxaan ku yiri yiri marka aad leedahay dumarkii nabiga rag la dawaafayay ma xijaabka markii la waajibiyay ka dib ee mise waa koo qala ataa wuxuu yiri ila amri ha wa markii la waajibiyay ka dib hayra inta la waajibiyay isagu maba joogi hadda waa taabici waxaan la waajibiyay xijaabka nabiga intu noola salaatu alayhi wasalaam alayhi asal nabiga soo gaari waa taabici marka iyada xijaab la waajibiyay oo diintu kaano noqotay ka dib uba waxa weyn asagu arkay ayada soo jeedkii nabigu la dawaafaya waxa weyn ragii markaas uu qaal cadaw xul il amri ha markii la waajibiyay xijaabka kadib laqad atraktuhu huuda waxa loo yiri dawaafka laqad atraktuhu aniga dawaafkan waxaan soo gaaray badal xijaab xijaabka ka gadaal ha xijaabkan ila waa tabi asawi xijaabka markii la waajibiyay ka gadaal ayaan arkay ayadoo dumarka iyo ragu hal mar wada dawaafayaan fiiri marka qultu waxaan idii waxa dhaha ibn jurayj qultu waxaan idii yiri كيف يخالطنا سيو دحغليه الرجال رج حنلو دي هدا هل مره ورا دوافيا سي رج ودحغليه لو حكى طبعا يسرق يا يغني سدح غلان قال عبد وهو يري لم يكن ما اسنا هي زوجاتك نبيغا صلوات الله والسلام عليه ورضوان الله تعالى عليه لم يكن ما زوجاتك نبيغا رضي الله عنهن ما اسنا هي يخالطنا كوها دحغله ma isaran ku warag dhex gala ma isa dhex gali jirin ee dhinacay soconayaan ragula dhinacay soconayaan isku waqti umba la dawaafin ma ahane ma la isku dhex tarsanayn sida hadda yahay musiibada hadda dhacday sida arintu ma ahayn waa la kala socna wuxuu yiri abba kaanat aisha bintu abi bakr siddiq radiyallahu anha aisha waxay ahayd tatufu mid dawaafta hajratan dhinac hajar waa naahiyatan dhinac ayay dawaafi jirtay من الرجال حق دينك كدواف جيت او رغا ما دخ غري جيريني من عاصي سوجيت ان رغا دخلوا اهين لا تخالطهم ما انسان دخ جيرين ما دخ غري جيرين رغا ماركاي دوافايسو ما انسان دخ غري جيرين ماركاي دوافايدو فيري ماركا دوك رسول سودان عائشه لا سودان عائشه وام المؤمنين مؤمنين تدوا حرمينيا قبلي لا سودان غبا كميده waxay ku tiri dhanka kaabada u dhawow xaga kaabada u soco aan xajir aswad ka taabsanay ha xagga kacbada xaggeeda u dhowow fiiri faqaalat imraa islaana waxay tiri in dariiqii soco caisho dhanka kacbada xaggeeda dhanka kacbadana rag ka xiga in dariiqii soco nastalim aan taabsanay aan xajir aswad ka taabsanay xagga u soco yaa ummal mu'miniin mu'miniintu hooyadeedu saasay ku tiri qaalat waxay ku tiri caishana in dariiqii may xagga kale u socodo meesha dhinaca ragga dhinaca dhiga jira maahane dhankaas kale u socon ragga ka sii fogaani in dalik canka
حقاس إيجا صعب وأنت وأنت دي ذي عايشوا إن يبانك كعبنا إدوه هاجو كحبه صبرت أفيري وعرف قفك الدين تيرو ميزان ليه تعرش ولا حجر أسود كلا تاتا وصن من إسرائيل أجنبي يشركي منو استعبطوا أنا اسمح قشانا وحارة مرك أرو صنة هذه اللي إنت نولايدو حداد حارن كل عضو قتروي وتشهلمو صنة حداد كتبت واحدة بيمري ما قرأ لكن هذا من إسلام أجنبي استعبطان وهذا سكرتان وحرام أكون عبد ولما مال إله إلو أعلى ما شوفه من بنيانا ربك عاصر سيستيب تيدا في قيقة روحي كتوصة إلى عائشة ميشو قارئ مالك حديث كان محوه كتوصة يا مالك استوي ميشا لقوك لسوء الرقية دمركة حتى طوافك حتى طوافك أيها التائن لك لسوءه حتى طوافك مالك اللي بطواف أيوه مالكاسا حتى الله قلين إنا إسلح قلان أخرجه البخاري بخاري حديث كصوص صاري أيوه حجرة وحا لوريك دوري ناحية إيه حجرة ناحية أيها لوريك دوري بخاري أيها حديث كصوص صاري أخرجه حديث كبخاري أيها صوص صاري كحجرة وفصيره ناحية إن حل لوريك دوري قال ابن جريج ابن جريج يقول أخبرني عطاء عطاء يا إيوه رمي إذ وقت منع أودي ابن هشام إبراهيم ابن هشام أنا محمد ابن هشام الله راس ميت كودوي أي أن سأضمر كودي ذي الطوافة إلى الطوافان معرفي كالي رجل تركودة مركا صح ما عن جديد دي ساس حدانا أرنتو صحا هين ولا إنكرا عالم كان إنكرا مركا عطاء قال عطاء يقول كيف يمنعهن سأودي ذي إلى إسكو وقت الطوافان والحال قطاف الطوافين نساء النبي النبي قال لتركي صلى الله عليه وسلم والحال قطاف الطوافين نساء النبي النبي قال زوجات كيسي مع الرجال فقال لتركي ذي الطوافين معنى أيضا رك طوافي ووقت رك الطوافي أي الطوافين قلت واحد ابن جريج ابن جريج أقول قلت واحد أبعد الحجاب ما حجابك كقلالبا حجابك ملك إلهي واجبي كقلالبا اسم الطوافين أو قبل مسح حجابك كه قال عطاوي غير إيل عمري ها حجابك كقال على الضوافين لقد أدركته ضوافك أنا ويسو قاري وي عطا عطا أنا بضوافك ويسو قاري بعد الحجاب أنت حجابك اللي واجبين كده إلا أنت حجاب اللي واجبين ما لو سنتو هنا سو إلا هو هذا التابعي أصو سحابي ما هم نبي بمعرك سو سحابي أصو مسلم النبي بمعرك قلت وحن بيويري وابن جريج عليه قلت وحن بيويري كيف يخالطنا سيدي ودحغليا الرجال رجع بس وقت الضوافان سيدي هيك ودحغليا قال عبد الله يري لم يكن ما معي سنهين زوجاتك النبي يخالطنا كو رجع دحغلا كانت عائشه وحي رضي الله عنها تطوف بالضوافه حجره تبنع من الرجال رجع تبنع اي كدواف جن رجع ما دحقاد جن ما دحس جن لا تخالطه معي سنحجر جن فقالت امرأة الإسلامة كوهد الدور كوصعت وعائشة كميده إسلام وصعتها تري عائشة حق أصعب وعندك رجو كتيرين وحجر أسمت كيرين كتيرو وعي أن تابسان إليه مركا إسلامة واحدة قالت امرأة إن طريقي سعو الناس تريم أن تابسان يوم المؤمنين قالت عائشة واحدة إن طريقي عنك حق أصعب وقالت وارد دي دي إلي بانك حق أتو عائشة وي دي دي أخذت الحديثك بخاري أياسو صاري مركا حجر التنة معنيه دوان ناحية تن ناحية وهي مركا هو عبد هاي حديث كمعنيه إن الميل لأقوله يجرين إلا يسبح بابه باب منع الدخول الرجال حقو إلا يوسو قلان ديديد اللذيذة على الأجنبيات قبل الأجنبي كاء هذا كانوا باب منع دخول الرجال حقو إلا يوسو قلان ديديد اللذيذة باب كي كان لأيه وهي على الأجنبيات قبل الأجنبي كاء حديث كصوص صعبة معنيه سوي باب كام وقو كهضل يا قبر ميل شوكته من اجنبي كائن اصوه قرب او اي لبادو دي مركة ميلكو كاري نقضا وحارانو ميشاسو قريه نقو كرتا بريقه نقو كرتا ميشارتا نقض قبر ايه من اجنبي كراء ميل لبادو دي اني وده شوكهان ايارون قطك كري او تشيدين واهرين حاران قطعنا او ان شرعي اسلامكو او قرين ومنكر هذا كان باب منع الدخول الرجال حقا إلى يوسو قلان ديدي دل ديدي وي على الأجنبيات قبل أجنبي كا عن أغبة بن عامر أغبة بن عامر أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري أغبة بن عامر وقل رسولك كوري
أن رسول الله رسولك إله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري إياكم والدخول رجل وحن إنك دقا إياه إنك أقشان على مساعد دمارك رجل يا نبو الله الله هل أقلنين الدمارك دمارك أتنانيك إنك هل أقلنين إياكم والدخول وحن إنك دقا إياه إنك أقشان على مساعد دمارك فقال رجل إنه أقل يري إنك من الأنصار كمدا يا رسول الله رسولك إله إيوه أفرأيت الحموة دماشيكا كوه قبضة موسو قلت كرة دماشيكي دماشيكي وان قبضة هدين من لابهاي نين كيدا قرابة دي سوي حموة نين كالاتا شو ولال كيس اوكالي إنا ادير كيس اوكالي وحوين ابتقيس اوكالي ادير كيس اوكالي نين كقرابة الله الزوجك كاسا لرابة حموة عربي قال نبوه الحموة الموت وردماشيكو وبرقيري كاسو كاسو وبردري هيبا أصدقى أبو الشرطان سببتم حيث نين كان وحوين أصدقى الله دريان سامة مركوري نين كو أبو ولالكيس وكورو قاعد حاكينا اسمالها قبضنا ودماشيكيس ودماشيكي إدو حولا ويسود ووين إدو إلا إكرام تيت ربطا مركز سيسيمه وكو إمانا كروبا كان مركز وامن موذي كانوا وإنو سانو أبقو كإمام با وقبضنا كالي جيرا وسنو سوقري قبضنا كالي جيرا وإنو سان آب والموت كسوى الدرين متفق عليه حديث البخاري مسمى سوى فقه الحمو محل رجل الحمو القريب ومنك قرابة الله من الزوج سوج منك قرابة الزوج كالله اللي هذا الموت حل رجل أي الهلاك هلاك أواقع معه في الخلوة لقوني نقشرة به الدماشي اللي لقوني نقض هذه قلبة هي الدماشي الكريبة من سنة شوبان هلاك أيام معي ساسوية هلاك أيام معي حديث كان وهمك عبدين يا نين يا جبر اجنبي كلا انيسن ميل ودا جوجين نين يا جبر اجنبي كلا انيسن ميل ودا جوجين او اي حرام تحاي ميل ان بدك كلي او جيدين لولود ان اسلا جوجان ميل ان بدك كلي او جيدين ان لولود اسلا جوجان حرام وحرام قطعا ما بنانا وارن قطر النبي كديغي نبي وها كسلون صلوات الله وسلامه عليه حديثك ابن حبان ووريو صحيحي سكوري حاكم مسدرك وكوري هو الصحيح يا لاي حاكم حافظ ذهبي وكو وافق ترمذي وكتاب الفتن كوري ونير وحديث حسن صحيح غريب حديث كان صحيح ما بيقول حديث صلى الله عليه وسلم الا لا يخلو من رجل بامراه ورنين يوسن غبر له غور نقر فان ثالثهما الشيطان حبيب من يجري اجنبي كامل اسلام جوغان شيطان صدقوا واسكو خلقارين من يجري اجنبي كلا حبيب هل ميل اسلام جوغان شيطان فدق اسكو سوقي غله ما كان معناي هذا ديك اصولي مركز اسكو قطالين مو كان شقينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرور سيدو الهي انت سو كان شقينا وحبو بلن قاديا وحبو بلن قاديا هيديدو شيغيا ila wuxuu leeyahay waa kadin oo godka ku ridayo dadka wax alla wuxuu balan qaaday waa kadin wuxuu leeyahay in ogmar waa kadin soo ma jeedin arintan ma la soo baxayba saasay ku qarsoonaanay in ogaareeyda ma jirto dhanka alla miya waa tooy kareeyda qadada tawaf waa furay saasu ku qalqaalina mar alla markay halaag iyo balaayada ku dhacaan uu leeyahay khalas waa halagsanteen iska socda adduunka iska tunta kulliba aqara weyn kaga dhamaatay qofku ma ogtay intun albaabka fitnada iya shart iyo dambiga isku fuureen qofku markaas u nool markaas diintiisu dhawranta laakiin mar hadduu balaayada bilaabo khalas birnaad mid kale tay ku sii fuuri dambi walba dambi u sii diibi ila marka dambe uu qoosiyo shaytaanka oo wiiraa waa ku dhamaatay maarad ma leeyahay kulba duunka iska tum maarika hor intu fog yahay ay qofku fiirsadaa raba ilaahay uu ina hadduu ku caafiyay inta caafimaadka qabto balaayada ka caafimaad qabto liibaar iyo gul markaas aad haysataa ilaahay uga shukri ku caafiyay الله has kaab badbaadi ku shukri iska ilaaliyo ka fogow laakiin maradu godka kugu rito waxa weeyaan ayadana lama qosto oo qof inuu qosto ma naxariista ilaahay lama qosto taa naxariista ilaahay dadka badbaadi uma ka qosto laakiin asagu wuxuu rabaa markuu godka kugu rido hore uu ku sii jido oo yiraahdo ku dhamaad soo ma jeedin idan marka horeba yuusan waxa weeyaan albaabka ka ridi yuusan daaqada ka ridi nabi maxamed ayyiri sallallahu alayhi wasallam la yakhluwanna rajulun bi imra'atin إلا ما عبد محرم يوسف من لقور النقم يعني لقور النقم إسلام إلا محرم كي يلقور النقم يلقور النقم وحارا قد عنا ما بنانا
inuu nin la gooni noqdo gabad aan naxalkeed la joogin mahramkaas waxa weey ninka mahramkiisa gabadha mahramka la wada noqon kara sida imaam nawawi yiri macnaha ugu sababsan oo macnaha hal loo jeeda gabadha hadii wiil ay dhashaa la joogada nin oo wiil weyn waa soo gali kara nin ajnabi hadda xijaabad ah khala walaalkeeda la fadhiyo aabeeda la fadhiyo abtigeeda la joogo adeerkeeda la joogo ama walaasheeda la joogto gabadha la joogto duruma nin joog walaasheeda weyn oo qangara joogto hooyadeeda joogto ayadeeda joogto gabadha iyadu dhasho weyn joogto waa soo gali kara laakiin haddi kaliya tay maya haddi xataa asaga gabadha qararaysa joogan ha gabadha wax la joogo gabar kale oo asaga walaashiis ayadeedisa la joogto hooyadiisa la joogto waa soo gali kara waa soo gali kara laakiin fiiri qof kale leeyahay waa la jooga qof laga xishoona uu imi qof wax iska saarin caruur laba sano jir jooga joogaas ma ah joogid mar kaas caruur saddex sano jooga saddex sano jir asaga dhan caruur saddex sano jooga asaga dhan waa duunka oo saddex sano jir ah duu joogo kaasoo kale waxba qiima ma macnaheedu waxa weyn labadooda kaligooda jooga leeyahay laakiin caruur weyn oo toban jir oo kale duuya wiil toban jir jooga ama gabar toban jir ha oo aan sawir ahayn ha laakiin caruur saddex jir iyo laba jir iyo taasoo kale ma loogu soo geli karo ma loogu soo geli karo marka waa arrimahaas oo dhan in aad qofka muslimka iskaga ilaaliyo laakiin hal mid munkar ma aha waa maxay gabadha iyo ninka waxaan yidhi waxa xaaraanta waxay tahay labadood inay joogaan meel aan dadka kale u jeedin horta asal taas ogaada khalwa saasaa la yidhahda khalwada xaaraanta oo sharcigu diiday waxay tahay ninka iyo gabadhu inay wada joogaan meel aan cid kale u jeedin tusaale qolayba iskula jiraan dariiq mugdi isla joogaan meel baadiyaho cid kale joogina labadood isla taagan yihiin isla joogaan everwey waxaan haddayba labadoodu meel wada joogaan cid arkayda banu aadanan aysan jirin waxa weyan waa khalwa la yidhaha waan xaaraan waana munkar ma banaana laakiin nin iyo gaba hadday meeshaas ku wada hadlayaan oo ajnabi kale ah laakiin dadkii waa u jeeda dadkii waa u jeedaan hadalkoodana maqli maayaan ma xaram ma xaram ma xaram ma taasina daliil calay leeda xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa u daliil ah min xadiis anas ibnu malik wuxuu yidhi anas ibnu malik jaat imraatu min alansaar gabar ansaariyada nabiga u timi sallallahu calayhi wasalam faqaraa bihaa gabadhi way xishoon masaa'il ay xataa nabiga inay weydiisato taggii hortiisa kuma weydiinin gees kaasu geey meel aan labadooda hadalkay ku wada hadlayn cidna maqlayn laakiin dadkii hore way u jeedeen waa kuwa halkaas taagan laakiin cid hadalkooda maqlayda mare halkaasaa nabigu ku warsanay soo ma jeedid nabigu wuxuu yidhi wallaahi innakum laaxabu naas ilaya ansaar haddaad tihiin dadkii diinta u gargaaray weeye dadkoo dhan idinkan idinkugu jecel marka bukhaari xadiidkaas baab u qabtay baabu maa yajuuzu an yakhluwa rajulu bilmar'ati cinda naasi xadiidkan wuxuu ka hadlayaa oo baab u yahay ninku gabe keligiis meel waa la tegi karaa haddii dad ay meeshu joogaan arkayaan taasoo kale xaaraan ma aha hadday dad arkayaan ibnu xajar sharxay ayaa wuxuu yidhi ay laa yakhlu bihaa bixaysu taxtajibu ashkhaasuhumaa waxaa la diidaa inuu la gooni noqdo meel aan daatadooda loo jeedin oo leelooda loo jeedin bal bixaysu laa yasmacuuna kalaamahumaa laakiin meel loo jeedo hadalkoodan aan la maqlin hadalkoodan aan la maqlin saas ayaa bannaan marka taas waa bannaan taasu waa bannaan taas waa bannaan in hadde khalwadu waa xaraan ale wixii daruura waa gaara daruura maxaa ka mid a masaladan hore usoo sheegnay gabar keligeed luntay oo dadkeedii ka luntay nin wanaagsan oo aamina hadduu arko waa soo wada labadoodi keliyahay leeyihiin hadde waa arrin daruura keentay taasu taasu masaladii aan ka hadlaynay marka ma ka hor imaanaydo taasu marka waa masale gaara waa masale gaara عن عقبة بن عامر أن رسول الله رسولك إله صلى الله عليه وسلم قال وغيري إياكم والدخول على النساء وحن إنك قد يا دمر كينا أغشان فقال الرجل من يري من الأنصار كم إذا يا رسول الله أفرأيت الحمو كورم دماشيك قال النبي وغير الحمو الموت وردماشيك وابقيري كاسوا درية كاسوا درية ويرو سنسوغر ومتفق عليه الحمو حمو المحلرة الحمو القريب وانك قرار الله من الزوجي الموت روح على رجل اي الهلاك واقع هلاك دعيه في الخلوه فيها دي لا غوري نقضه ماركا حق قبل واحد وين هدا اون دينتي اغرسن هدي لا يريدو غبا دو غليه غوري جوقته او نينكا ولالكيس او يمادو او ترى ور كارغ اي بانا نينكي وا مقاين دك انت يمانا ميلها بل سو جيره فار وانا قرابه غويس واي غوري ما لو غلو ان لا غلو ور قرابه غوي ما ني حدود الله لا الهلاليه لا 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 ل
حتى سفر كي يسعود دا يمادو وحوين قرقي قرقي كرقي اي جوكتو ما هم الباب كي كفرتو وانا اترابا والال كرقي ينشوغا نين ايا قبل اتنابي كلا كرقو ديني قرقي سلاتشو وان واح حاران سو ما جديد ماركا بلدتك كلا انت امانا ايان ميلان كسو تشيرين ساسوين ما هم اني الباب كفرتو باب تخصيص النساء الدمر كي لو قاري الباب كي كهد لايه بمجلس العلمي ما العلمي قال لغو برو هذا محلو باب كان وقو كهد لا دمر كمسلمات كا إن مير قارنا رجب اللي بغيسين انت لو عينو دينت إله لغو برو إن دينت اللي لغو برو باب تخصيص النساء هذا كان باب تخصيص النساء دمر كي لو قاري يلو باب كي كهد لايه بمجلس العلمي ما العلمي قال لغو برو dumar ka meel kale go'd tala geeyo waxa weeyeen loogu yeero hadii la hubo nin ay u tagaa ninkaasi diinka alle bara hadiidkeedan waa iyo way ifraadihiin dumar ka in loo kali yeero bi makan makan ko mustaqil go'mi ka ani rijaal raga inda haajati hadii arinta soo baahdo di arinta soo baahdo meel aan hek imaanayn in ayaga kale go'd darsi lagu siiyo diinta alle lagu baro u baab ka hadla iyo way faadihiin dumar ka in loo kali yeero bi makan 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 ko mustaqil gaar ah ani rijaal raga ka gaar ah in dal haajati ma hadii loo baahdo arintaas di arintaas loo baahdo way makan u gaar ah oo diinka ala lagu baro loo sameeyo way anabi hurayra jaa niswatun anabi hurayra abi hurayra ayaa wuxuu wariyay جاء نسوة دمر يمادين إلى رسول الله رسولك اللي يمادين صلى الله عليه وسلم دمر رسولك إلى يمادين وحوين صحابيات قبلين صحاربها سيدة الدين تإلهي برشادة قد داليين أي حديث كانوا قطوصة جاء نسوة دمر يمادين إلى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فقل له وحي رهدين يا رسول الله رسولك إلهي ما نقدر عليك ما نقدر مأودن عليك كركاغا في مجلسك فضيغا من الرجال هكا دتو دانا اوودي علمي ما كان اخريسو رجيا ما كان حكسبي ايغي كا قارب نقدي حيل ما بغي مكو درسي غبخينا رك وا كوسو دواجين اكتي كفريسانيا غبدي هنا رجا ان ادوهدان ديديا في غبدي ان ادوهدان رجا اجنبي كاي ديديا فك واحد رجا نوغا كا ادكاد ميش درسي كو اخيو ايغا قت كا فدي انغي ان فوغان نقيده مسيكه وبانا كوما ويديسا كارما marka raga mooda ka adkaaday anaga horta waqti gaar ah nasi saasi ku yiraahdo taasi ku yiraahdo faqulna wa hayraadan ya rasuulallahi rasuulki ilaahiyo ma naqdiru aleeka dushada ma awoodno fi majlisika fadhigaaga min arrijali min ajli rijal raga dartoodana u awoodin fawaidna ma balanqaab minka xaqaaga yawman maalin maalinkoo naatiika an ku nimaadno fihi maalin maalin gaar anaga nasiyo oo an ku nimaadno diinta ilaahi ka barano saasi ku yiraahdo gabdii saxiibiyad kan nooc aasa yahayeen gabdhaha muuminaad kan nooc aasa laga rabaa diinkooda inay ku dadaalaan sida u bara lahaayeen inta ragga ku waajibka ayaa ku waajiba masail gaar marka laga reebo inta ka xaraamtaha ka xaraam ah saw ma jeedid waxa la rabaa marka diinkooda inay gartaan hadan qofku garan waxa ku waajibka asuusan garan waxa ka xaraamta wuxuu alla ku caabuda illa alla caabudid waxa la yiraa wuxuu alla ku amray inaad sameeydo saad ku sameeyna hadan garan alla aabudid waxa la yiraa wuxuu alla ka reebay inay ilaahay dirtis uga tagto wa alla aabudid hadaba uqoow alla ka reebay marka maxaa ka tagaysaa hadaba marka diintaadii baran si aad alla u caabudo ma garanaysaa hadhawna naarad soo dhantihiin na'uudu billahi minha wa hadaba alla aabudid marka waa arin qatar marka sidaas way inay ugu dadaan gabadha muslimaadka waana inay ka fogaadaan ragga inay ku darmaan sida ay uga fogaadeen gabdhii saxiibiyadka قال النبي وحو يري موعدكم بلنكين بيت فلان وغري هبد غري راجي مسلمين تاه من كميد ا غريغيس او كوبلبي و خيرو غريغا نينكا هيل ا سكو كانا كيان اه غريغاس يا مالي هبل قال النبي وحو موعدكم بلنكين بيت فلان وغري هبد واتاهن النبي و يمي في ذلك اليوم مالنكاس ولذلك الموعد بلنكاس مالنك يا بلنك يا نبي كوي صلى الله عليه وسلم واتاهن دمرك يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مارنكاس ولذلك الموعد بارنكاس اوغي سو ما جيدي ماركا تاس waxay tusayda dumar inta meel lagu isku geeyo in nin muslimiin ta kamidu ilmigi baro waa bananaanta ayadu khalwar maaha khalwar maaha hayl dumar baadan a imara waxa xaraanta hayay waxay ahayd gabar kaligeed iyo nin kaligiisa meel isla joogan
taasa xaraam farmaahana gabi duruusan dowada marayn nin kora way kaligis ayaba ay sida wanaagsan oo taay xataa darsiga inta laaqina gabadha gabadha darsiga qaadana iyo ninkan in kala xijeeb xayir mar walba indhaha waa in la ilaaliyo mar walba waa in indhaha la ilaaliyo waliba waxaan faa'an in xataa ninka darsiga aqrina iyo sheekada darsiga aqrina in rag la joogo oo nin ugu yaraan wixii aan laga maarin karin hal nin oo kale haye hadiiska saxaabiga ka warina nabiga uu la joogo ah saxaabiga nabiga ka warina hadiiska waxa weyn nabigu la joogo taas waxay ku tusaysaa marka hal qof inuu la joogo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu darsiga bixinayay hal qof inuu la joogo ayuu ku tusaysaa marka hal qof ugu yaraan oo kaleeto inuu la joogo sidaas ayaa wanaagsan waxa kaleeka ciid meel gaar ah uu ku wacdiray bilaal nabiga la joogay sallallahu alayhi wasallam bilaal ayaa la joogay حديث كان سحابي كا وريب ايا لاتشوبي ايا لاتشوبي مركا بلانكي ايا مكانكي غاركا ها ايو وين قال وحير قال وحا ما هي سحابي ابو هريره قال وحير ابو هريره فكان وحا كمد اها مما كي قال او يري لهن دمرك او كو يري يعني maalinkaas macnaha waxdigii nabigu jeediyay iyo masaa'ilku ka hadlayo gabal hadda noo sheega maalinkii dumarka kaliya uu nabigu ballamiyay qaala wuxuu yiri saxaabigu fakaana waxaa ka mid ahaa mimaa kii qaala nabigu uu yiri lahuna dumarka uu ku yiri yacni wuxuu ula jeedaa maa min imraatin akamid aheed maa min imraatin islaam ma jirto islaamto tuqadimu hormarida thalaathan saddex tuqadimu thalaathan xaal ula jeedaa saddex caruurhu islaamta u saqiiraan sabbi xaruur oo ay dhashay islaantay ka hor maran oo u saqiiraan saas laga hadla ma min imraatin islaam ma jirto tuqaddimu hor marida thalaathan sabbi sabbihdu min alwalad xaruur ah islaantaas oo taxta sibuhunna ajr ilaahi uga raadsata oo markay xaruurtu ka saqiiraan aan arga bixin ee sabarta dul qaadato tiraahda awl alla isi haddan alla qaata islaam sidaas ma jirto illa haday jirto daqalatil jannata jannada alle gasha islaam kasto oo saddex caruur ay u saqiirto oo saddexdaas markay u saqiirtana sabarto argagixin oo booyin oo qaylin jannada ilaahay gasha illa daqalatil jannata jannada gasha faqala imra islaana waxay tiri islaamto minhunna dumarkay kamida awithnaani labana ha laba koora tay laba ii saqiirto oo aan sabroon ku ajarreedsado qaala nabi qad aw isnaan laba haday saqiir ayadana waxa weeyaan jannada alle ayay ku galeeda marka xadiidkan waxaan ka faa'iideysayna oo u tusaya gabdhaha muslimaadka diinkooda barashada inay ku dadaalaan gabdhaha muslimaadka ragga inay ku dhex barmaan dhex qaadaan ajnabiga inay ka fogaadaan gabdhaha muslimaadka muhiimad in la siiyo oo meel gaar ah oo diinkooda lagu baro loo yeelo in waxa weeyaan baridaas la barayo uu nin bari karo haddii markaas gabadh macallimad oo bartay aan leeyahay nin ayaa bari kara marka sida fiicana weliba ninkaasna waa in qof kale la joogo hal nin oo kale uu la joogo carabi hurayrata jaa niswatun abi hurayra wuxuu wariyay jaa niswatun dumara u yimaadeen ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam faqulna waxay yiraahdeen yaa rasuulallaahi rasuulki ilaahiyo maa naqdiru calayka dushaada ma awoodno fii majlisika fadhigaaga cilmiga ku bixine min arrijaali ragga dartood ayaanaan la awoodin فوائدنا ما بلنقاب منك حقاك يوما مارين مالكو نأتيك أن كون نماطنو فيه مالك نحديث مالين أن كون نماطنو ما بلنقاب قال النبي ويغيري موئدكم بلنكي نبيت فلان قريقه بلوي قريقه بلوي اسكوكو إمادة يعني نكبر الدين كالله واتاهن النبي قدومر كاس ويؤيمن في ذلك اليوم مارين كاس ولذلك الموئد بلنكاس قال ويغيري السحابيكو فكان وحا كمد اها مما هذا الكي قال نبي كويري لهم الدمركة يعني ما من امرأة اسلام مجرتو تقدم اسلام تقدم هر مريد ثلاثا صدح يوم من الولد حرور اسلام صدح حرور اصقيرتو اي كلمات مجرتو اسلام تاسو تحتسبه ان الهي او اجر ستون قيلين البوين الا هدي جرتو دخلت الجنة اسلام تاسو جنبه قشا فقالت امرأة اسلام تري او منهم دمركي كمدا او اثنان لبر laba haday saqiraan qaala nabi xadaa wiisnaani laba haday saqiraan ayadana jannada ku galee saxiixun xadiithun saxiix wa xadiith saxiixa akhrajo ahmadu ahmad ayaa wariyay wadnu xibaana waa wariyay baabu hamli rijaali aljiraasata hada kan baabu hamli rijaali ragu inay qaadaan
ايو باب او ياهي الجنازة الجنازة ده دور النساء الدمار كاكسوكي حديث كان وقو كهات لا جنازة حتى هتاي قبرته هدو نية هاي رقا قادة دمار مقاضية لما سببو ده اللو ديدي دمار كو وقلبي جلسين انا بويانا لقا عفسنا او قيريان تان لباد رق لقا مارما وقو وحكا سو آسو هدي ليلة هاي سلا قادة نوازكو نحضر ميان او اختلاف كيا امانا يلا ديدي باب حمل الرجال رقا قادة دو باب كودي وي الجنازة الجنازة بكسر الجين وحويان وصرير تميت كسارية جنازة دون النساء دمرك كسوكي عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وغيري إذا وضعت الجنازة جنازة مرك الله صوتنه واحتمرها الرجال فقر أي قادان على أعناق قوره فإن كانت هبيت الجنازة صالحة نفو ناكسن oo adduunka markay joogtay iimaan iyo amal saalix ku soo dadaashay oo ila ka aqbalay haday tahay qaalad waxay tiraahdaa qadimuni hormari markaas oo kale waa la weesay nafta marka la qaado oo nafta laga siibo jirka markaas ay al ogeysiina oo dareemayda in qay ka horay in shar ka horaydo markaas ay dareemayda marka waxay tiraahdaa nafta fiican qadimuni wari hormari dadajii tagtag ii aas anay qaba iyo qeyrka ii diyaarsan ka gaare وإن كانت نفتها بيتها غير صالحة ميدا وناك سنين قالت واحد ترى يا ويلها ألا نفتا هوب جيدي أي يميد أين يذهبون أهل كي لآذان بها نفتا مع عذابك إيه وضع عذاب ونفتا أبدون كالضيع عضي إيمانك عملك صالحها معاصدي هي حمامتي الضبالتي حدود اللي أن إلى ليترين أي نفتا ضربتين كده إلى ليترتي هوب إيه هلك مركز أصول نار يسمع وحا مقلا يصوتها نفتا قيلا دانتي ذا كل شيء شيء كستا إلا الإنسان بنو آدم مقل مايا مو مقلا يا نبي بوغيري صلى الله عليه وسلم ولو سمعه هدو إنسان كم مقل لها صائقة وإمال هذا أخرجت الحديث كالبخاري صلى الله عليه وسلم إنسان كم هدو مقل لها انترى سلا إسدال هوب بأيلة أولا هلاقة يسو نادي نفتا كوضا بإعليها نحذين كريه إلهي أمبان مان مغاشين إلا وكما تذكرني وحي مرقو أمبالا بابي إلها سومي جديد نروغو ايالا لبابي الهر مالك حديث كان وقو عدينا جناسة رقا قانا دمرك مقرا عيان بل دمرك نبو وابا ادي ديبا وابا ادي ديبا ام عدية رضي الله عنها حديث كالبخاري صحيح البخاري كتاب جناسة وكوري ام عدية رضي الله عنها واحد تري نهينا عن اتباع الجنائس وانا ردي دي جناسة انا رعنا دم دمرنا هاي ولم يحزن علينا مالك مانا عدكينا لمدهن حرارة انكت او كرهيل لما بحطي سمع ان غرغه دي جوقتو امرك الهي قالت اجري هلي هذا لكن راعوه اجر الان المقره مركه وا اني سمع ان جنازه رغ اي قاده لبا سبوب كو وي قلبي جلسين دمك ان بويان قيليان لغا افسنا هدي بويان دنبي هليا طلبات رغ دمك اسكو دحرمي انا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ابي سعيد الخدري وحو وريي انا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال انه يري اذا وضعت الجنازه جنازه مركه لا سو دغو وقتما لها الرجال رغو اي قادان رغا قادا على اعناق قوراي كو قادان وري وحا سنة حدين قدو دوي ان بابور لو قادين جنازه اي سرك لو قادو لكن بابور ما تلسك سارا فان كان هذا الجنازه تهي او نفتها سو اي تهي صالحه تنف وناكس او ايمان يعمل صالح سو سيرتو ادوكا كسو شقيد الى ما كاقباي قالت نفتاس وحي تراقب من هرمر يدقدق اي عاصر ان من عليه ذكا قاري وإن كان ربيتها غير صالحة مدن ونكسنين قالت وحي ترى يا ويلها الله نفته هو قديو هذا أوانك فحضري وقت قاقيا اللي تشوغي هو قوي إيمو ها هو وقت قد إحلى حيا اللي قاري الدون كان نفته إذا راعي مانته هو قيسو ناضي أين يذهبون بها وكي نفته أولا معداد كاسي أدد جينيان يسمع وحا مقلا يصوتها عد كذا يقيل دام كذا كل شيء شيء كستا إلا إنسان إنسان كان مقلا إنسان كان مقلا ما ولو سمعه إنسان كان مقلا لها صحيقة وقمالها إنسان كان أخيرت الحديث كالب